احنا الاهلي كشف عن هويه 4 2 4. لما بننزل قبل التسخين كده، لما بنيجي نسخن فاول التمرين بنلعب 4 ضد 2. ها فعارفين اللعبه دي، احنا بنلعب 4 كده واثنين في النص. النادي الاهلي لاعب طالع الجيش بهذا الشكل النهارده على طريقه عادل ميال برشلونه جوارديولا. انا حاسس ان جوارديولا موجود معايا في الملعب، وان كل اللعيبه حاسه بامكانيات اللاعب الاخر، ان هو لما يقدر يدي الاجاي بيستلم تاني من عبد الله، عبد الله بيشوف تحركات وليد لجوه، بنشوف باسم علي اللي بياخد الفراغات من ورا تتبصى له الكوره. الناس عامله ثغرات وعامله كل الحاجات، في توفيق كامل النهارده في الفكر في ثقافه الملعب موجوده. فعدم البحث عن الجري بدون كوره او بالجري بالكوره اللي هو بتتقطع مني وتبقى كونتر اتاك عليا، الفلسفه اللي احنا كنا بنعاني منها دايما، ان مفيش اي فرقه قلتها لك انا في قبل المباراه بتاعتي، مفيش وجود لاي فكره الا لما النادي الاهلي بيسمح له بكده. النادي الاهلي لم يسمح بهذا النهارده، النادي الاهلي لعب كوره عالميه شامله النهارده الحقيقه. حتى في كرات الثابته كابتن كان في يعني تريكات بتعمل تريكس بتعمل في الكرات الثابته، فده برضو حاجه ميزه انت ما بتعملهاش. انا معاك في شغل شوية. الاجهزه الفنيه طبعا في المحاضرات، انما بتيجي ضربات ثابته زي الكرانر او كور ثابته على الاطراف، فدي عندك تملك انت من اللعيبه كتير قوي، ان زي وليد سليمان ممكن يبعتها لك على طول، وممكن يعمل تريك مع علي معلول كان قائد في الحته دي برضو، عبد الله السعيد من الاساتذه اللي بيلعبوا. فاكيد طبعا في كلام وفي حوارات كتير قوي بتبقى مع اللعيبه، وفي التمرين احنا بنشوف انهم بيحطوا الثوابت، واحنا معديين نلعب مع بعض فرقه شمس انا وربيع من اليوم، حاطين العمدان وحاطين الثوابت وعاملين كل النموذج اللي هو ممكن يحصل في مباراه بيحصل تدريب عليه. ومفيش كوره بتيجي في الماتش صدفه، لازم ابقى متمرن عليها وشايفها قبل كده، والامكانيات اللعيبه اللي انت بتيجي قبل الماتش على طول ب 24 ساعه، فبالتكتكس اللي بتتحط في التمرين الاخير ده هو ده اللي بيبقى نتاجه المباراه اللي احنا بنتفرج عنها دلوقتي. فاعتقد ان هم النهارده كشفوا عن هويه ان هم يقدروا يلعبوا كره سهله جدا، يقدروا يشوفوا بعض، يقدروا يطلعوا من اطراف، يفتحوا الاجناب. يعني احمد فتحي على مدار السيزون ده كله ما خدش المساحات بتاعت باسم علي النهارده الا بنهارده الفكر اللي كان موجود. عمل جبهه، عمل جبهه وايه وان تايم، يعني ما فيش تاخر، في لغه، في سرقه، على طول واقف ومستني لما بيخش ازارو يروح هو ملعوب الكره، يكون هو بسرعته الحقيقه وانطلاقاته هو اللي شايف ومش بيعيبه. اللي جاي بقى الاحلى اللمسه الاخيره اللي هتبقى اجمل، هنشوف 5 و6 اهداف. اتفضل يا كابتن. انت قلت باسم وعنده كمان تصرف رائع النهارده، اتفضل، من يمينه لشماله، صح؟ اه طبعا، دي خلي بالك جديده. يبقى بيلعب رجل الاثنين، دي ميزه. طلعوا لنا امكانيات يا كابتن ربيع غريبه جدا النهارده، احنا حاجات ما كناش، بس في يعني في عايز اقول لك ايه، طمانينه كده في الاداء، كل لاعب حاسس ان هو بيأدي اللي عليه، كل حاجه، ما فيش ارهاق كمان بدني. انا معايا 90 دقيقه وكل هجمه قالها ربيع بيقول لك رايحين على الجول يجيبوا جول، كل هجمه وانا بتفرج عليها ممكن يجيبوا جول. فتحركات الناس عندها صحيح. شكل الحقيقه النهارده ثقافه احترافيه داخل الملعب، انا بطمع ان انا اشوفها صحيح. على مدار السيزون ده وعلى مدار افريقيا كمان. سعيد كمان انت بتقابل مدير فني